مشاهدينا الكرام، تحياتي، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من خطوة، ويا رب النهاردة يكون يوم مليان بالبهجة والجمال على كل متابعي شاشة الصحة والجمال. بنبدأ معاكم أولى فقراتنا مع شخصية مميزة وفنان بكل المقاييس، قدر أنه بأدواته الفنية وملامحه المميزة وخفة دمه أنه يجذب انتباه قاعدة كبيرة من الجماهير ويرسم لنفسه طريق مليان بالنجاح والإنجازات. شفناه في أدوار كتير مختلفة، شفناه في دور الضابط والدكتور ورجل الأعمال وكمان البلطجي، واكيد عمر المصريين ما هيقدروا ينسوا انه قام بدور عظيم جدا لما قدر انه يرجع للفنان محمد رمضان ال 300 متر بتوعه في اقوى مشاهد الخاصه بيه مسلسل زلزال. معانا النهارده الفنان شريف خلوصي، ورجعنا لكم مره تانية، ومعانا دلوقتي الفنان شريف خلوصي. اهلا بحضرتك. اهلا. طبعا منورنا النهارده في حلقتنا، وحابه ابدا معاك البدايه التقليديه، وعلى الرغم من انها تقليديه شويه وسؤال متعارف عليه، الا انه بيعتبر من المحطات المهمه والقويه في حياه اي شخص وخاصه لو كان فنان. بدايه حضرتك في مجال التمثيل كانت ايه، وايه اول الادوار اللي اتعرضت عليك؟ والله هو بدايه الفن اصلا عندي من صغر، يعني انا من وانا صغير وانا بمثل تبع مسرح المدرسه، ولكن بالنسبه للميديا يعني كانت البدايه مع استاذ محمد فاضل في العائله والناس. كنت في مقر عملي في برج المراقبه، وحصل ان استاذ محمد هو استاذه فردوس جم اختاروني يعني عشان اعمل دور ضابط بحري في نفس المسلسل بتاع العائله والناس، ومن هنا كانت البدايه يعني. تمام. 16 سنه غابت فيهم اعمال الفنان شريف خلوصي، يا ترى ايه السبب؟ والله هو موضوع البعد ده كان مش حاجه بارادتي، يعني انا بحب الفن جدا، وزي ما قلت حضرتك من وانا صغير يعني كنت في بعمل مسرحيات كتير قوي تبع المدرسه، ولكن جت ظروف في حياتي يعني غيرت الموضوع شويه، منها يعني كان مرض والدي رحمه الله عليه وانا ولد وحيد كنت معاه على طول، منهم ظروف الشغل والعمل وكده، بس يعني منهم حاجات كتير يعني في مشاكل كتير قابلتني في الوسط الفني، فكله جمع مع بعضه بقى بعد حوالي 17 سنه تقريبا يعني. تمام. كل فنان بيبقى ليه كده دور او شخصيه هو لعبها بتكون قريبه جدا من قلبه، يعني هي الطب بالنسبه له. ايه الدور الطب عند شريف خلوصي؟ بصي، هو اللي كان المفروض اعمله هو كان دور الملك فاروق في مسلسل ام كلثوم، وكان بترشيح من الاستاذه انعام محمد علي المخرجه، وكان الدور ده انا لحد النهارده بحلم ان انا اعمله يعني في اي عمل ان شاء الله قادم، ولكن هو يعني الحمد لله يعني انا اتلقبت بيه بس ما عملتوش، بس انا بحبه يعني انا نفسي اعمل الملك فاروق قوي. يعني هو اللقب بتاع ملك فاروق السينما المصريه جه من خلال العمل ده، وحضرتك ما لعبتوش؟ ما لعبتوش والله، هو ما حصلش، ما حلفنيش الحظ يعني ان انا في الوقت ده يوصلوا لي، كان طبعا لسه موضوع الموبايلات جديد في مصر، وكانت على طول اغلبيه الشبكات ما بتبقاش مظبوطه في بعض الاماكن، وانا كان شغلي بيحتم عليا السفر احيانا، فكان الموضوع صعب شويه. تمام. على النقيض يعني هسال السؤال بطريقه يعني مناقضه شويه، في اعمال حضرتك لعبتها وندمت عليها؟ ندمت على الشخصيه اللي قدمتها او على الاداء نفسه؟ بصي والله هقول لك على حاجه، هو انا زمان عملت فيلم كان المفروض ان هو فيلم انا كنت واخد فيه مساحه حلوه قوي ودور يعني مختلف، ولكن الحمد لله الفيلم ده اتشال من الرقابه، ومعنى ان هو اتشال من الرقابه يعني الحمد لله الرقابه مش راضيه عنه، يبقى انا كمان ما كنتش راضي عنه، واخد بالك؟ لكن هو كان دور جميل جدا ومميز جدا، ولكن انا بحمد ربنا لان انا دايما بامن بحاجه معينه، ان لازم الفنان يكون بيأدي رساله، والمفروض يعني ان انا لما اجي اقدم حاجه للناس اللي هتشوفها ياخدوا منها الكويسه، يعني يتعلموا منها الحاجه الكويسه، او اقدم حاجه كويسه عشان هم ياخدوها يعملوها. الفيلم ده كان انا مش هذكر اسمه، ولكن كان معايا فيه نجوم كبار جدا ونجمات يعني انا بحبهم على المستوى الشخصي والمستوى الفني، والحمد لله كلنا حمدنا ربنا ان الفيلم ده اتشال من الرقابه، الفيلم ده كان متصور سنه 99. كله اتشال مش مشاهد بس. لا لا، الفيلم كله اتشال من الرقابه، ما اتعرضش يعني ما كانش لذيذ يعني. طيب بمناسبه المشاهد والافلام اللي اتشالت، ايه حكايه فيلم همام في امستردام والمشاهد بتاعت حضرتك اللي اتشالت منه؟ يعني كان ايه السبب؟ كان على سبيل المفاجاه ليكوا ولا كان في سابق انذار بالموضوع؟ لا والله ما كانش في سابق انذار ولا حاجه، هو الموضوع كله ان انا كنت بصور المفروض مشاهدي في استوديو مصر، وكان ليا مشهدين مع استاذ محمد هنيدي، المفروض ان انا يعني كان الصلاه المفروض ان احنا بنصلي صلاه العيد مع بعض، وبعد ما اصلي صلاه العيد الديالوج بيبدا بيني وبين استاذ محمد،
وكان المفروض ان بدايه الموضوع واحنا بعد ما نخلص ونسلم بيتخض مني، وموضوع كده كان جميل قوي ولذيذ. وانا فرحت ان انا عملت، كان اول حاجه ليا سينما يعني ان انا اقف قدام نجم زي استاذ محمد هنيدي في الوقت ده، كان طبعا حاجه كبيره قوي. التجربه لوحدها يعني كفايه. اه طبعا طبعا يعني طبعا، حتى لو المشاهد اتشالت بس حضرتك اكيد كسبت حاجات كتير. أكيد من اكيد المشاهد طبعا. فرحت بقى ان انا خلصت الموضوع ده. اول ما عرفت طبعا الفيلم نازل بقى قلت لكل اصحابي بقى، ورحنا بقى كميه جامده جدا نتفرج على الفيلم يعني. واول بقى شريف خلوصي قعدنا بقى نتفرج، وبعدين فوجئت ان صلاه العيد جايه بطياره هليكوبتر من فوق بتصور المصلين من حته تانيه خالص من مسجد مصطفى محمود، وان الموضوع بتاعي مش موجود. فطبعا يعني الحمد لله. اصحابك ايه طيب؟ والله مش عارف، انا قلت لهم انا حد غار مني. اعداء النجاح بقى. يعني حاجه زي كده بالظبط بالظبط. طيب ماشي، شخص دمه خفيف وملامحه مميزه زي ما قلنا في البدايه، ليه ما اتجهش للمسرح لحد دلوقتي؟ والله لا انا مش يعني، هو مش موضوع كده، هي موضوع ان انا يعني انا نفسي ان يحالفني الحظ ان انا اشتغل مسرح، ولكن انا كنت دايما بقول ان انا يوم ما هشتغل مسرح لازم يكون مع مخرج كبير. وفعلا ده حصل، ان انا كنت هشتغل مع استاذ حسام الدين صلاح. طبعا بنوجه له تحيه من خلال البرنامج. طبعا ده اكيد هو استاذنا واستاذ ذو قيمه وقامه كبيره جدا. هو مخرج هلا حبيبتي ومخرج مسرحيات كتير بجد الناس بتحبها. ولكن ما حلفنيش الحظ ان انا اكون معاه بصراحه، لان كنت في الوقت ده مرتبط ببعض اعمال الميديا، وكان كل ما اصحى حسام نتفق مع بعض على ميعاد ان انا اروح المكتب وكده يعني، الاقي في موضوع خدني غصب عني. استاذ حسام من النوع الملتزم جدا، بيحب التزام مواعيد جدا، والمسرح بالذات بيعلم الالتزام. فاخر مره بقى زعل مني، قال لي بقول لك يا شريف خليك في الميديا احسن، لما تبقى فاضي خالص نبقى نتكلم. ما اعتقد التركيز في كام حاجه بيكون صعب جدا يعني. هو فعلا بيبقى صعب، والمسرح بالذات كمان مش سهل يعني. وبقول لك زي ما بقول لك، هو المسرح بيعلم الفنان الالتزام اللي هو يعني، بصي ما فيش حاجه اسمها يعني. ممكن في الميديا مثلا لو حصل مثلا حاله وفاه او حصل حاجه مثلا، في ممكن يعني الكارو بتاع العمل هيقبل الاعتذار لو في حاجه مثلا او مرض لا قدر الله، لكن المسرح لا، المسرح انت مطالب منك انك حتى لو مين عندك متوفي او مين عندك فيه لازم تكون متواجد. خلاص لازم العرض يبقى في معاك. طبعا في نجوم كتير ده كان عندهم حالات وفاه ووقفوا قدام الجمهور وادوا وكان ما فيش حاجه يعني. حتى الجمهور كمان بيستغرب جدا في الحته دي يعني. كان في ممثل داعي لذكر اسمه وكان ابنه متوفي، فطلع على خشبه المسرح، اصل دي يعني ده شغله. فلازم يضحك الناس انت على خشبه المسرح، فطلعوا وخرجوا قالوا انت ازاي ابنك لسه متوفي وطلع تضحك في الناس. طب بالظبط يعني الموضوع برضو بيكون مؤلم، ومؤلم ليه هو لشخصه. اكيد اكيد. كلمني شويه عن مسلسلات البرنس وزلزال، مين اللي رشحك لافلام لمسلسلات محمد رمضان عقل؟ والله هو موضوع ترشيح المسلسلات، هو طبعا يعني انا في فتره كنت فيها تبع مكاتب الانتاج ومكاتب الكاستنج والكلام ده، وفي فتره بتعامل يعني في وقت بتعامل فيه مع مساعدين اخراج مباشره يعني. في مثلا يقولوا خلاص احنا شفنا شريف عارفينه، فنبعت له مثلا يجي ياخد الورق او كده او يشتغل في الورق وكده. في مسلسل الزلزال اللي حصل ان انا كنت في بصور في لوكيشن جنب استاذ ابراهيم فخر المخرج في ناحيه شبرمنت، فرحت انا واصدقاء ليا يعني، حد صديق ليا اسمه خالد الشيخ ممثل وصديق ليا اسمه تريكا، ورحنا قابلنا استاذ ابراهيم وسلمنا عليه واتكلمنا معاه والكلام ده كله. بلس بقى ان محمود رمضان اخو نجم محمد رمضان صديق ليا حبيبي قوي يعني، كان من هم بيحضروا كنا اتقابلنا قبل كده وقال لي انت لازم تكون معانا في المسلسل ان شاء الله وكده يعني. فلما رحت الاستاذ ابراهيم فخر قابلت استاذ محمود بصراحه يعني، ونده لحد من الاخراج وقال لهم يعني شريف صديق ليا وممثل شاطر وكده، عايزين له حاجه مميزه كويسه يعني. ففعلا ده اللي حصل، فلقيتهم بيتصلوا بيا بعديها قالوا لي تعالى يعني المشهد ده هو الماستر سين بتاع المسلسل كله. بالظبط. يعني احنا دايخين من اول المسلسل فين ال 300 متر ده هيجوا امتى يعني؟ لا وكان بقى نزل كوميكس كتير على السوشيال ميديا، يا جماعه 300 متر راحوا فين؟ راحوا فين؟ هيجوا امتى؟ هيجوا ازاي؟ فحضرتك فعلا مسكت يعني اللقطه المهمه جدا في الحمد لله. الحمد لله. ده كان بالنسبه للزلزال. اما بالنسبه للبرنس، هو كان ليا صديق هو استاذ محمد عبد السلام اللي هو المخرج المنفذ او مخرج الوحده الثانيه، كان حد رشحني ليه، حد اسمه استاذ محمد جمال برضو يعني تبع شركه بتاعت وجوه جديده وشركه كاستنج كويسه يعني.
فهو وراه له صور، قال له طبعا انا عارفه هاتوه كده. فرحت الحمد لله وعملت الدور في البرنس اللي هو سمسار الكابريهات، طيب كان الدور اكبر اعتقد من كده على فكره. معانا فيديو خاص بمسلسل زلزال، يا ريت لو ننزل بيه يا جماعه. ورجعنا لكم مره تانية. طبعا يعني من اهم المشاهد الموجوده في المسلسل. طبيعه التعامل مع الفنان محمد رمضان ايه في اللوكيشن؟ والله عايز اقول لك على حاجه، من اجمل الشخصيات اللي ممكن الواحد يقابلها في حياته، انسان بمعنى الكلمه بجد مش كلام. انا بحبه على المستوى الشخصي لان انا شفت منه حاجات جميله جدا بيعملها. هو انسان خير، كل اللي ظاهر للناس ان هو مثلا الناس زعلانه منه او بعض الناس زعلانين منه من اللي هو بيعمله، هو حقه، هو حر طبعا، نجم وفرحان بحاجته وفرحان باللي هو بيعمله وبيشارك الناس فرحته. في ناس بتفهمها غلط وفي ناس بتفهمها صح. تمام، معانا يا جماعه مداخله. معانا المخرج حسام الدين صلاح. الو، مساء الخير استاذ حسام. مساء النور، اهلا بحضرتك. منورين الشاشه ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، متشكرين لحضرتك جدا. تحياتي ليكي وتحياتي للفنان القادم بقوه ان شاء الله، المجتهد والعاشق لفن التمثيل. ربنا يخليك يا استاذ. الفنان شريف خلوصي. ربنا يخليك يا استاذ، تسلم. ربنا يخليك. احنا كنا دلوقتي بنتكلم عن ليه ما اتجهش للمسرح، فحكى لي كده عن واقع انه مش ملتزم شويه بالمواعيد، فهل دي حقيقه فعلا؟ بصي، شريف تيب موجود والمسرح يحب التبات الموجوده دي، تحس ان هو يعني انا او كل مخرج بيشوف حد من وجهه نظره كده. فانا دايما معانا استاذ حسام. الله يخليك، انا بس عشان الصوت كده واضح. تمام، واضح. تمام، كمل. شريف بالفعل انا من الناس اللي رشحته في عمل مسرحي كنا بنخرجه، وانا بحب التباتي لشكل شريف المسرح اللي هو يعني تحس انه بيبي فيس رغم ضخامه جسمه كده او وجود جسمه، وان شاء الله باذن الله هيكون له مستقبل في المسرح الكوميدي بالتحديد. يعني انا بشوفه في المنطقه دي وان شاء الله يعني احنا كان لنا تجربه سابقه كده مع بعض ما كملتش نظرا للظروف الخاصه بيه هو، لكن ان شاء الله اللي جاي هيبقى تجربه جميله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك استاذ حسام، ربنا يخليك. طيب خلينا نتكلم بقى عن الذكريات. تمام، يا ريت يا جماعه، بس احنا معانا كام صوره كده قدام جدا، يا ريت لو نعرضهم على الشاشه. مش موجودين دلوقتي. طب خلينا برضو نستكمل حوارنا. اي شاب او شابه حابين ان هم يدخلوا مجال التمثيل، محتاجين لهم كده روشته، يعملوا ايه بالظبط عشان يكونوا كواليفايد او مؤهلين للمجال ده؟ بص، اقول لحضرتك على حاجه، هو يعني انا بعض الوقت بعاني من المشكله اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي، ان في ناس كتير بتدخل لي على الخاص تقول لي احنا عايزين نمثل، نفسنا نكون معاك، الكلام ده كله. الطريق صح، يعني هو مش طريق واحد، هو فيه طريقين. لو الطريق الاولاني فات ممكن ندخل الطريق الثاني. الطريق الاولاني هو ان احنا ندخل رسمي عن طريق معهد الفنون المسرحيه. دكتور اشرف زكي ربنا يكرمه يا رب ويبارك في عمره، فاتح لينا المجال من كذا جنب. يعني اما ندخل معهد فنون مسرحيه بعد دراستنا العاديه، يا اما ندخل تعليم موازي، يا اما ندخل ورشه النقابه وناخد ورشه. بعد الورشه دي بيتعمل لنا، ان طبعا نجحنا وكده، بيتعمل لنا ملف وبنبتدي بقى نمارس المهنه زي ما احنا عايزين. الطرق دي هي دي الطرق الصح، واخد بالك؟ هي دي الطرق الصح والطرق اللي احنا ممكن نوصل منها بسهوله، يعني او مش بسهوله، مش هنقول سهله، يعني الطرق اللي هي الى حد ما بتاثر الطريق شويه. في طرق تانيه بس طب مش خلينا نستكمل الطرق التانية دي بعد بس ما نشوف حكاية الصورة دي. طيب احكي لي عنها شوية. الصورة دي كانت، أنا فوجئت من فترة كده إن في حد عامل جروب لمدرسة. أنا مدرستي كانت مدرسة الزمالك التجريبية، وفوجئت إن المدرسة حد في الجروب عامل جروب من المدرسة وبعت لي الصورة دي بيقول لي طلع نفسك.
فانا دي يعني كارثه في حد ذاتها، لان يعني الموضوع مش واضحه يعني شويه. فعلا الموضوع كان صعب قوي، بس اللي انا عارف نفسي يعني، وخصوصا ان انا كنت اطول حد فيهم يعني، وكنت طويل وانا صغير، فانا عارف نفسي، فبعت وقلت لهم انا عارف نفسي يعني. فانا طبعا ثالث واحد في تاني صف من تحت على اليمين، عشان لو الناس رجعتك بقى لايام زمان. ذكريات كده. جميله طبعا، كانت اجمل ايام يعني. اكيد طبعا. طب معانا يا جماعه صور تانيه. صوره العائله بقى. دول جدودي، عبد المتعال باشا فهمي وامين باشا فهمي. كانوا عبد المتعال باشا فهمي كان حكم دار العاصمه، وامين باشا فهمي كان حكم دار برضو العاصمه. كان يعني هما الاثنين جم ورا بعض، هما جدودي يعني. احنا الاصل يعني اصل العيله كانوا باشوات بتوع زمان الجمال دول، الزمن الجميل، الناس الزمن الجميل. يعني وعايز اقول لك هما اللي كانوا طبعا يعني بابا اتربى في وسطيهم، وبابا طلعنا او يعني ربنا على تقاليدهم. فعايز اقول لك ان الصوره دي بابا كان محتفظ بيها، وانا ما زلت محتفظ بيها لحد الان. ودايما يعني بنزلها عندي على صفحتي، لان انا كنت بحبهم جدا. طيب خلينا نستكمل بقى يعني حوارنا، او خلينا معانا صوره تانية هي الفنان محمد رجب. طبعا في الاخ الكبير. حضرتك اشتغلت معاه قبل كده؟ فعملت الاخ الكبير. كنت طالع دور محامي مع الفنانه ايتن عامر. والمفروض ان انا كنت بجوزها، واستاذ محمد رجب دخل دخله جميله قوي يعني، هو فنان جميل وقدير يعني جميل، انا بحبه. وكان المفروض ان يعني المسلسل اكمل فيه دور تاني، بس ما اعرفش ما حصلش نصيب ان انا اكمل يعني. هو الموضوع كان ثلاث مشاهد تقريبا، وكان المفروض الورق اكتر من كده يعني. ما اعرفش غالبا حصل حاجه في المونتاج او حاجه. تمام. طيب خلينا نستكمل برضو حوارنا عن ازاي الشاب او الشابه اللي حابين مجال التمثيل انهم يدخلوا المجال. زي ما قلت لحضرتك، او ادواتهم بتكون ايه بالظبط عشان ينجحوا؟ ادواتهم ان هم، بصي، هو ادوات الممثل ان هو يكون موهوب، هي اهم حاجه في ادوات الممثل ان هو يكون موهوب. لو هو موهوب بجد، هو مش اي حد يقول انا عايز امثل بيمثل. لو هو موهوب فعلا، وشايف ان هو موهوب، وشايف ان هو فعلا يقدر يأدي، قدامك زي ما قلت لحضرتك طريقين، يا اما يدخل معهد فنون مسرحيه، يا اما لو سنه كبر يدخل ورشه النقابه، ومن بعدها بيدخل الطريق بقى ان شاء الله وربنا بيكرمه يعني. يا اما بقى عن طريق المكاتب، بس دي بتبقى يعني ايه يعني، هي كويسه بس فيها اطول شويه يعني. يعني لو هو دخل وهو متميز هيثبت جدارته، هتلاقيه بيطلب على طول في كل الاعمال. تمام. طب في اعمال حضرتك بتحضرها الفتره دي؟ انا شغال اليومين دول الحمد لله. عملت بعمل مسلسل اسمه لؤلؤ مع الفنانة مي عمر وأحمد زاهر، ونفس نجوم مسلسل البرنس. قررت التجربة تاني. إن شاء الله، بس مش معانا النجم محمد رمضان في المسلسل ده. هو بيعمل مسلسل تاني اسمه موسى. ده كان أنا واخد فيه دور عم سيد جار مي عمر، واخد فيه مساحة كويسة إن شاء الله تعجب الناس. ده هيتعرض، كان المفروض إن هو أوت أوف سيزون، بس ضمونا هو يتعرض في رمضان. وبصور اليومين دول إن شاء الله مسلسل لسه بادئ فيه امبارح يعني، اسمه هي. ده اسم مؤقت للفنانة وفاء عامر. هيتم تغييره بعد كده؟ ممكن. الفنانة وفاء عامر، وطبعا ده اخراج استاذ محمد النقلي. معانا برضو الفنانة وفاء عامر، ايتن عامر، معانا منذر ريحانة، معانا عدة نجوم كويسين يعني، حسني شتا، نجوم جمالي. تمام، بالتوفيق ان شاء الله. نورتنا في حلقتنا النهارده بجد، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. تسلمي لي، ميرسي جدا. حلقتنا لسه مكمله، هنشوفكم بعد الفاصل. هنشوفكم بعد الفاصل، ومعانا دلوقتي ضيوف مميزين جدا هيبهرونا بكلماتهم العظيمه. معانا دلوقتي الشاعر عصام بدر. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. الشاعر هاني خلف. اهلا وسهلا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وزي ما رحبنا بضيوفنا، نحب نوجه لهم سؤال. نبدا مع استاذنا الكبير عصام بدر. عايزين نعرف الناس مين هو عصام بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اعرب عن سعادتي الكبيره ان انا معاكم النهارده في يوم مميز جدا، وكله ورد والوان حمراء، وهو ما يعرف عيد الحب 4 نوفمبر. في البدايه بقى يعني اعرف عصام بدر بكلمتين بمناسبه عيد الحب. بسم التي لا حسن يشبه حسنها إلا ابتسام البدر في ليل التمام. بسم التي لا حسن يشبه حسنها إلا ابتسام البدر في ليل التمام. ألقت بقلبي سحرها
فإذا به لا يستفيق ولا ينام. لو تستفيق بقربها لا شيء تطلب بعدها، فهي البداية والختام. الله عليك يا حبيبي. عصام بدر كأي موهبة أو تنشأ أو ستنشأ نابعة من صرى وتراب هذا الوطن. النشأة لي جذور صعيدية، ولكن انتقلت الأسرة أو العائلة من زمن قديم إلى جانب القناطر الخيرية حيث الدلتا بجمالها والطبيعة الخلابة بمزارعها الممتدة والتي أثرت في وجدان عصام بدر. وليس تقليدا أو كلام للمرسل، ولكن هي حقيقة أن البداية ظهرت في مراحل التعليم الأولي في المدرسة الابتدائية، وكانت عبارة عن محاكاة أغاني عبد الحليم حافظ باعتبار أن أنا من الجيل القديم. ولكن بالفطرة كان مدرس اللغة العربية، ودي لها أهمية كبيرة، أن المدرسة هي المكتشف الأول الذي ينفض التراب عن الموهبة ويتم صقلها بعد ذلك. كان دور كبير لمدرس اللغة العربية أن هو فعلا يكتشف هذه الموهبة، وعلى أثر هذا الاكتشاف بدأ يضع قدمي على الخطوات أو يخطو الخطوات الأولى نحو قراءة الشعر ودراسة الشعر. وفرق كبير بين الدراسة والقراءة. القراءة العابرة أو قراءة النصوص المقررة هذا شيء، ولكن فهم وحب قراءة الشعر للتأثر أو صقل الوجدان هذا شأن آخر. تولت هذه المرحلة حبا في اللغة العربية، حتى كان لي الحظ العظيم حين التحقت مختارا بدار العلوم، وهناك تفتحت الآفاق وكانت انطلاقة عصام بدر في تقريبا ما قبل يعني في أوائل التسعينات. بدأت إصداراتي تقريبا في الأولى في 2011، وصلت إلى 5 إصدارات دواوين شعرية، حصلت على عضوية اتحاد كتاب مصر، شاركت في اتحاد كتاب العرب في الإمارات في بداية 2019 ضمن الوفد المصري الممثل لمصر في هذه الدورة، ومرشحا لانتخابات نبدأ مع شاعرنا. طيب خلينا نستكمل الحوار مع شاعرنا الكبير أستاذ هاني خلف. هل البداية أكيد طبعا كانت مختلفة، فكلمني برضو عن بداية حضرتك مع الشعر. أكيد طبعا. حاجة بديهية. لا أكيد. طيب. يعني أستاذ عصام يعني تاج فوق راسي يعني، وبعدين هو راجل شاعر فصحى، أنا بكتب عامية، وزي أي حد بداية معرفتي بالشعر هو سمعنا الأغنية، والأغنية عرفنا إن هي يعني كلمات وألحان. طب كلمات مين؟ فمن أوائل الأسماء اللي رنت في ودني زي جيلنا كله عبد الرحمن الأبنودي. عبد الرحمن الأبنودي اللي كتب الكلمات يبقى شاعر. طب ليه أنا مبقاش شاعر زيه؟ أكيد مش هبقى زيه ولا أنا ولا حد. يعني لأن هو سبق بكتير. لكن في النهاية بعد كده بقى عرفت يعني إيه شاعر. عرفت ازاي يعني، عرفنا بقى الأبنودي وجاهين ونجم وحداد، عرفنا ان الشعر مش موهبه بس، لكن موهبه وثقافه وقراءه وعلم وتعلم. والحمد لله ربنا اكرمني وقابلت حد بدات اتعلم على ايده ازاي اقرا وازاي اكتب الشعر والاوزان النواحي الفنيه او التكنيكيه زي ما بنقول. وده شاعر جميل قوي اسمه ياسين النحيفة، حد علمني ازاي ابقى شاعر، ازاي اكتب. وكتبت، بدات اكتب طبعا الاغنيه وانا في سن صغير قوي من سنه 86. بعد كده بدات اكتب القصيده باللهجه العاميه القاهريه وبلهجه الصعيد لغايه نهايه سنه 2004. بدات اعرف او عرفت ان في حاجه اسمها مربعات فن الواو، ده فن جنوبي اللي بدأت الحمد لله، بس لكن كان ممكن ما حدش يعرفه كتير في القاهرة.
لكن ده انا اتعلمته على ايد شاعر اسمه فضل محمد ابراهيم. خدنا كبيره فتره كبيره جدا لحد ما بقى معروف لكل شعراء مصر، لدرجه ان بعد ما كان بيتكتب باللهجه الصعيديه فقط اصبح في ناس كتبوه بالفصحى عن طريق هاني خلف وفضل محمد ابراهيم. لكن في النهايه برضه الواحد ما بيفقدش هويته وهي القصيده والنص. استاذ عصام، في بعض الناس بيفضل الشعر العامية عن الفصحى، هل يا ترى ايه من وجهة نظر حضرتك ايه الاختلاف؟ وجهة النظر حضرتي ان حضرتك قلت بعض الناس، والبعض جزء من كل. تمام. فبعض الناس يفضل العامية ومعظم الناس تفضل الفصحى. نقولها تاني، بعض الناس يفضل العامية. تمام. ومعظم الناس يفضل الفصحى. اولا الابداع لا وطن له، ولكن تختلف اشكاله. انا احب جدا الشعر العامي، كتبت بعض المحاولات بالعاميه، ولكن الفصحى تشدني، الفصحى تجري في دمي، فهذا ليس ميزه، وليس من يكتب العاميه عيب، ولكن هذا ينجح في مجال وهذا ينجح في مجال، ولكن يبقى شرط التميز. كلنا نعشق الاغنيات ام كلثوم، وغنت بالفصحى وغنت بالعامية، وقد تمتعنا قصائد العامية أكثر مما تمتعنا الفصحى، ولكن اللغة الفصحى أوسع انتشار. اللغة العامية أو اللهجة العامية معظم كلماتها فصيحة إن بحثنا عن أصل الكلم، ولكن الفصحى العامية لهجة بلد أو وطن، الفصحى لغة أوطان، وهذه لغة القرآن الكريم التي تعهد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ القرآن، فهو حفظ للغة العربية إلى يوم القيامة. اللغة الفصيحة أو القصيدة الفصيحة تصل لكل قارئ ينطق بالعربية. هناك في دول غير مصر أو الخليج عموما يسمون اللهجة النبطية أو الشعر النبطي، وهذا له أوزانه وبحوره. يمكن الأستاذ هاني شارك في مهرجان الشعر الشعبي أكثر من مرة في الشارقة، ويعلم عندنا برضو مسابقة شعر المليون للشعر النبطي، وأمير الشعراء للقصيدة الفصيحة. فاللهجة العامية أنا يعني ضيقة الفهم، وإن كانت اللهجة المصرية هي أوسع انتشارا في لهجات الدول العربية. أستاذنا هاني كتير قوي بيبقى عنده موهبة الشعر بس مش عارف ينميها أو مش عارف يبدأ إزاي، حضرتك تنصحه بإيه؟ يؤمن بيها، إيمانه بموهبته هو اللي هيخليه يبدأ، وطالما بدأ بموهبته اللي هي موجودة بالفعل واللي هي لازم تكون حقيقية أكيد هيوصل، يعني أكيد أكيد هيوصل للطريق. يعني أنا واحد من الناس زي ما قال الأستاذ عصام، مثلت مصر في الإمارات، كان لي ندوة مشاركة مع بعض الشعراء العامية برضو المصريين في ديسمبر 2017، وحضرت مهرجان الشرق للشعر الشعبي فيما بعد. الكلام ده كان في نهاية 2017، وأنا مبتعد عن الشعر وعن حضور الندوات، وعن أكاد أكون اعتزلت الشعر من سنة 2015، لكن رجعت ليه لأني موجود، لاني اجتهدت في ايه قبلها، ومن خلال اجتهادي انا قابلت ناس كتير جدا اتعلمت منهم. انا لو ما بدورش على الحاجه مش هوصل لها، لو ما فيش هدف كتير مش هوصل. كتير بيبقى عنده موهبه الشعر، تمام، وكتير بيحب ينميها، بس في بعض الاشياء اللي بنستخدمها مثلا ادوات الشعر في اللغه الفصحى زي اساليب البيان. طيب يعني انا هقتطع الحديث من الاستاذ هاني واقول ان اول ادوات الشعر لابد ان يكون موهوبا، والا اصبح مقلدا. تمام. والدراسه وحدها لا تكفي، الموهبه وحدها لا تكفي، ولابد من صقل الموهبه بالدراسه. الدراسة ليست بالشكل الأكاديمي كما يعتقد الناس، ولكن مجرد الاحتكاك قد يكون دراسة، مجرد حضور الندوات
والاستماع قد يكون دراسة. مجرد عرض القصيدة أو النص على شاعر أكبر أقدم مش هقول أكبر أقدم أو ناقد متخصص قد نعتبره دراسة. فالدراسة ليست بالشكل الأكاديمي فقط. يعني أقابل شباب كتير يقول يعني هو مش لا ينتمي إلى كلية خاصة باللغة العربية ولا يستطيع الدراسة. فالنصيحة الاحتكاك المباشر والقراءات الواسعة الانتشار لشعراء متحققين ولابد متحققين. في الفترة الأخيرة وخاصة بعد ثورة يناير انتشرت الكثير من الصالونات الأدبية أو ما يسمونها كذلك، منها المتحقق ومنها غير ذلك. فأصبح الكثير، ولأن كلمة شاعر كبيرة الأهمية وعظيمة الأثر، وجد الناس في نفوسهم الإقدام على أن يعني يلقبوا أو أن يحظوا بلقب شاعر. ولكن هذا اللقب أنا أناشد من هذه الشاشة ومن هذه النافذة ألا تطلق مجانا على أي إنسان يرتب بعض الكلمات. لابد أن يكون الشاعر لديه رسالة من وراء هذه الموهبة التي حباه الله بها سبحانه وتعالى. لابد أن يكون النص يحمل رسالة حتى ولو وجدانية حتى ولو رومانسية. لابد أن يؤثر في وجدان المتلقي، لابد أن يهذب هذا الوجدان، لابد أن يكون المتلقي بعد سماع قصيدة معينة أو أغنية قصيدة مغناة لابد أن يكون تركت أثرا في نفسه. لم أحقق هذه الميزة الإفادة والمتعة من القصيدة فأنا لست شاعرا. طب محتاجين برضو نسمع حاجة من الأستاذ هاني. اتفضل. هو النهاردة عيد الحب. سنة حضراتكم طيبين. لما ايديكي لمست ايدي كنت هموت، كنت هموت من لمسة ايدك، وانت لمحت في عيني الموت اتبسمتي طمنتيني وسبت ايديا مشيت وانا بضحك وافضل تضحك بس لقيت الدمع غلبني، دمعي غلبني علشان عايش بعد ما كنت هموت مبسوط. ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. طيب أكيد أي إنسان فينا بيكون موهوب أو متخصص في مجال معين دايما بيواجه صعوبات، فإيه العقبات اللي وقفت في طريق حضرتك من البداية؟ العقبات الأستاذ محمد يمكن نوه كمان وقال بعض الناس لا تحبذ الفصحى. الفصحى أو القصيدة الفصيحة انقسمت أو واجهت تجديدات أو تطورات كثيرة في العصور سواء الراهنة أو السابقة. كن أنا على المستوى الشخصي أنا أكتب القصيدة الخليلية العمودية، وكان في الوقت اللي أنا بدأت أكتب فيه الشعر كان ظهور الشعر التفعيلة وقصيدة النسر وهذا الجدل الكثير الذي دار حول هذه القصيدة. وكان في الوقت ده القائمين على النشر والصحف ويحبذون قصيدة التفعيلة وقصيدة النسر، فربما كان هذا النشر للقصيدة الخليلية قد يكون مبعدا إلى حد ما، ولكن هذا ليس عيبا وأنا أعده هذا تطور طبيعي. ولكن النص أو العمل الجيد يفرض نفسه على المتلقي أو على الساحة، بدليل أن في الوقت الحاضر أصبحت القصيدة الخليلية أو العمودية كما يطلقون عليها حاضرة بقوة على الساحة، بدليل كتابة أو اتجاه الكثير من الشباب الواعد إلى كتابة الشعر العمودي مرة أخرى. الفترة تقريبا من 93 عزفت قليلا عن المشاركة في الندوات والمؤتمرات والمهرجانات لأسباب بعد التخرج والحياة الاجتماعية وهكذا، ثم عدت بعد في المشاركة في أمير الشعراء في أبو ظبي 2008، وكانت الاحتكاك بشعراء على مختلف دول الوطن العربي أعطاني الثقة مرة أخرى في أن القصيدة ستعود بقوة وقد عادت. وبعدها انطلقت مسيرة عصام بدر وأسست ملتقى الفرسان الأدبي، وعملنا أكثر من ندوة في الأوبرا، في اتحاد الكتاب، في أتيلي القاهرة، في مناطق
في أماكن كثيرة ثقافية، وأصبح التواجد على الساحة ليس صعبا، وأتيحت الفرص لكثير، وأصبحت المجال الأدبي والثقافي الآن يتسع لقبول الرأي والرأي الآخر، والقصيدة والقصيدة الأخرى الفصيحة والعامية والمربعات وفن الواو وكثير من هذه الأنواع أو الألوان الأدبية كما نقول. كتير قوي دلوقتي بيتساءل يا أستاذ هاني إيه فن المربعات أو في إيه مربعات الواو عامة؟ أنا كنت عايز أسأل السؤال. طيب بدون برضو ما ندخل في أنا عايز الأصل بتاعها، هم خلاص حببوني في الموضوع وأنا عايز الأصل بتاعها. الأصل بتاعها وجال الشعر. واو واو. وجال الشعر أو شاعر ربابة وجال كانت زمان من أيام العصر المملوكي بتتقال في الجنوب، لأن ساعتها كانت ما كانش فيه بقى محافظات صهيب وقنا لا كان الجنوب كان وجه بحري. وجه بحري تمام. فكانوا دايما بيبقى فيه بيعملوا ليالي سمر او سمر بتحصل فيها زي حاجه زي المسجلات الشعريه. فكانوا اتنين يقعدوا مثلا قصاد بعض وكل واحد يدلو بما عنده، فبدل ما يقول لا يقول لك ايه وجال الشاعر فيدخلوا الجدل. لكن لو رجعنا لاصل الكلمه او اصل الحدوته فهنلاقي فن الواو هو اصله منتشر في جميع انحاء الوطن العربي، يعني في منه الفن الواو. فن الواو هو الفن الام لسبع فنون، منها الموال ومنها المربع ومنها الرباعيات، من ضمنها طبعا احنا كلنا اكيد سمعنا وقرينا رباعيات جاهين، وفي الدوبيت وفي المواليه وهكذا. الدوبيت اللي هو البيتين اللي هو البيتين دول اللي هي الفارسي بمعنى ايوه ايوه ايوه. المربع بيختلف عن الرباعيه في ايه؟ المربع ان هو بيبقى زي مثلا المربع المشهور جدا لابن عروس اللي هو ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، ابيض على كل مظلوم واسود على كل ظالم. المربع ما بيجيش غير بالشكل دوت. حضرتك طبعا كان ليك حاجات كتير قوي، وانا واحد من متابعينها زي ما بيقولوا يعني. ربنا يخليك حبيبي. حابين نسمع حاجه منها. تمام تحت امرك. ولا تحلى مر الجواله الا بسيره مهابه، ولا تحلى مر الجواله إلا بسيرة مهابة، ده نبينا تم الرسالة منقصش منها هبابة، أبقى جبالك مربع، أبقى جبالك مربع، في القعدة تبقى تبهلي، أبقى جبالك مربع، في القعدة تبقى تبهلي، وما جيت أقول المربع الكل جام تبهلي، دقيت ببان دي البيوت وبابك اللي استجاب لي، يلي في عيونك بموت خايف تموت انت جاب. لو دودة في الزرع سرحت الفرع راح يبقى مايل، لو دودة في الزرع سرحت الفرع راح يبقى مايل، واللي في أولها سرحت في آخرها تعمل عمايل. الضحكة لو طلع صفية من خشم تضحك نبان، الضحكة لو طلع صفية من خشم تضحك نبانه، والحفية لو لبس حفية ترقص كعبها يبان. تمام طبعا عشان وقت الحلقة بس
يعني الشاعر عصام بدر والشاعر خلف هاني خلف عفوا نورتونا النهارده في حلقتنا. ربنا يبارك في عمرك يا رب. تسلمي. بنشكر حضراتكم على المتابعه، نشوفكم في حلقه جديده من خطوه. الى اللقاء.